مساء الفل في ذكرى رحيل الست ام كلثوم في فبراير. ام كلثوم يا جماعه مساء الفل الاول. طبعا برحب بيكم في قد المقام حلقات الاسبوع الجديد جمعه وسبت من 12 ل 2 بالليل، بكون معاكم بسنت بكر على هوا الراديو 90. ما ينفعش يعدي فبراير وما نتكلمش عن الست ام كلثوم. طبعا احنا هنلاقي انها تلقبت يا جماعه بالقاب كتيره جدا، منهم الست ومنهم كوكب الشرق وثومة، وكانت بتحب هي قوي لقب ثومة، وسيدة الغناء العربي وشمس الأصيل وقيثارة الشرق وفنانة الشعب. بس تحس ان كل الألقاب دي في حتة ولقب الست في حتة تانية خالص. يعني كلمة الست هنا ما تنطبقش بس يا جماعة لو موافقيني على السلطنة اللي كانت بتعيشنا فيها وما زالت بتعيشنا فيها، لأ، لما تدور على المفردة دي في حياة وشخصية أم كلثوم هتلاقي إن هي الست الجدعة، الست اللي بتحب الخير، الست الطموحة، الست القوية، الست الناجحة، الست الحنونة، السند. تقدر تقول عليها ست بميت ست، يعني لازم نغير هذا المفهوم وهذه المقولة. ست بميت راجل، دم كلثوم غيرت المفهوم، ست بميت ست، مش بميت راجل ولا حاجة. يعني ليه ما نقولش ست بميت ست؟ ده الستات عندنا المصريات جدعان جدعان جدعان، الست المصرية دي. بالمناسبة احنا في مارس هنحتفل بشهر المرأة وعيد الأم، الست المصرية دي موضوع تاني. أم كلثوم ست مصرية جدا جدا حتى النخاع. النهاردة مش بس يعني هنقعد نحكي فلان عمل لها الغنوة الفلانية وراحت وجات من طمي الزهيرة بس بلاوين وعمل، لا، انا هحكي لكم النهاردة حكايات بتقول انه يعني ايه مفردة الست الجدعة الحنونة المصرية. اكبر لغز نحاول نعرفه النهاردة في حياة ام كلثوم يا جماعة انها ازاي قدرت تستمر، زي ما بيقول كده الاستاذ الكبير نجيب محفوظ عن اصداء السيرة. بص الجملة عاملة ازاي، اصداء صدى السيرة، سيرتك بعد ما الواحد يعني بيمشي ويروح، سيرتك بتبقى عاملة ازاي. شوف الست دي مشيت من اواخر السبعينيات ولغاية النهاردة سيرتها عاملة ازاي. وبسألكم النهاردة كمان بمناسبة بقى بنتكلم عن الست ام كلثوم والست المصرية، مين الست اللي في حياتك اللي شايف انها نموذج للست الناجحة والملهمة ليك انت شخصيا، ست تعرفها تقول عليها على فكرة الست دي في حياتي بميت ست. وهو العمر ايه غير ليلة شدت الست ام كلثوم. لكني اعتقد وانا بسمع كده يعني اعتقدت اعتقاد، لا، العمر هو مش ليله، ده العمر ليالي متتابعه تفضل بعد ما الواحد يروح تتكلم عن سيرته واصداء سيرته. الست النهارده في قد المقام على الراديو 90 90 91 9 رقم الرسائل، و2 18 10 8 66 هو رقم التليفون. سؤالي ليكم النهارده عن مفهوم الست، الست ام كلثوم غيرت مفهوم او مقوله بتهيألي كده. يعني احنا الفكره لقد المقام النهارده يعني عملناها على هذا الاساس انه الست ام كلثوم يعني خلت كل اللي حواليها تجاربهم ناجحه لانها كانت ملهمه، حنونه، سند، جدعه، طموحه. الكلام النهارده كلام مختلف تماما، هيكون كلام انساني عن ام كلثوم. هحكي لكم عن مواقف عاشتها ام كلثوم وازاي حلتها والناس بقت تتفرج ويعني اللي حواليها ويتعلموا منها. قالوا معايا تليفون. قالوا قالوا يا فندم. ايوه مساء الفل. مساء الخير يا فندم. اتعرف على حضرتك. ايمن يا فندم. اهلا وسهلا، منورني يا استاذ ايمن في قد المقام. اول مره اتكلمنا، اول مره اكلمك، وصدقيني مستني ان انا اكلم حضرتك من زمان كتير جدا، لاني اول مره في حياتي اعمل مكالمه وقلت لازم اعملها معاك. اشكرك، ده شرف ليا على دماغي. الله يخليك. قول لي من 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 هي الست الملهمه الناجحه في حياتك؟ والله هي اول حاجه في حياتي هي امي، يعني اول حاجه طبعا. ربنا يعني طبعا. اتفضل اتفضل. وبعدين انا لما سمعتك دلوقتي كمان على ام كلثوم، انا من عشاق ام كلثوم طبعا، ومن عشاق مأمون الشناوي ومن عشاق بكر حمدي مع ام كلثوم. تمام، مأمون الشناوي وام كلثوم الاثنين من المنصوره، عارف؟ عارف. طيب كويس. وبعدين كمان ايه، بليغ حمدي انا من شبرا كمان. يا سلام. جيران يعني.
شين 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 شقاوة شباب شوبرا. شقاوة شباب شوبرا يعني بليغ حمدي. أيوة. حسين رياض. حمدي البليجي. أنت موافق على مقولة ست بمية راجل ولا نخليها ست بمية ست؟ لا ست بمية راجل. ليه؟ لأن الستات دايما. طب ما الستات رجالة وجدعان وسند ليه ما تبقاش يعني مفردة معنى الست هي زي الراجل يعني فنقول ست بمية ست بمية ست راجل بمية ست أيوة طموحة بمية ست سند بمية ست وراجل لأن الست لما بتقف جنب حد ما بيبقى قلبها بس بيبقى قلبها وعقلها طب وكل حاجة. الست المصرية ما فيهاش كلام صراحة. أنا بشكرك بالذات والست المصرية بالذات. بشكرك جدا يا أستاذ أيمن نورتني في قد المقام والله. نفسي أسمع كل ليلة وكل يوم أو حكم علينا الهوى. أدور لك عليهم. حاضر على عيني. حاضر أول ما ألاقيهم في المكتبة على طول نسمعهم مع بعض. نورتني. وأنا متشكر إن أنا سمعت صوتك. ميرسي ميرسي أشكرك. تابعنا صاحبة الصوت الجميل والمقام الجميل. أشكرك نورتنا صاحب المقام العالي. أشكرك يا أستاذ أيمن ميرسي. شكرا. ميرسي. تابع بقى الحلقة. يلا باي 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 باي. وعن الست صاحبة المقام العالي ست أم كلثوم حلقتنا النهاردة في قد المقام 199 رقم الرسائل و 2-18-10-866 هو رقم التليفون. الرسائل كتيرة هقراها طبعا وتعليقات صفحة الراديو على الفيسبوك والتويتر والإنستجرام واسمها راديو 99. سبولي كده وقولولي من الست الملهمة في حياتك زي ما أم كلثوم الست الملهمة. وموافقين على المقولة بتاعت ست بمية راجل. افتكر ان مع يعني دور المرأة المصرية كأم وكزوجة وكيعني وكأخت بالعكس يعني الستات خلاص بقى رجالة لانه هنا الرجولة مش بنصف راجل وست يعني ميل وفيميل. احنا بنصف معنى الرجولة معنى الرجولة. فممكن تلاقي الست عندها معنى الرجولة في الجدعانة في الحنية في السنة فتجري عليك تلحقك في مش عارفة ايه والله انا مش عارفة عندي مشكلة تسمعك. يعني فكرة ست بمية راجل دي مش عارفة يعني تعالوا نفكر فيها بشكل تاني. ام كلثوم كانت ست قوية جدا وكانت صاحبة موقف يعني ومواقفها تنم عن سيدة لا تعرف الخوف بتاتا. بس اسمحولي احكي لكم حكاية على موقف ليها على مسرح باريس. يقول ان الست دي مش بس لا ده هي مش ما بتخافش لا دي تخوف يعني ما بيهمهاش يعني وخاصة لما المسألة تيجي كده على يعني كرامتها أو يعني. أحلام خليل بمسي عليكي مساء النور والسرور عليكي حبيبتي. ست الحبايب ماما دي ست الملهمة في حياتي. ممكن أسمع أي حاجة لأم كلثوم عينيا النهاردة. هنسمع بالمناسبة يعني إحنا كمان عندنا مطربين ومطربات كتير غنوا لأم كلثوم. هم ليه بيغنوا لأم كلثوم؟ هي ملهمتهم. مفيش حد ما عداش على أم كلثوم عبد الحليم وعبد الوهاب ووردة الجزائرية وصغير من المطربين والمطربات لازم يغنوا لهم. يعني قول لي بقى كده فضل شاكر جورج وسوف دلوقتي طبعا الجميلة مي فاروق الجميلة مروناجي أسماء المنور المغربية وهم كلهم يعني مش ممكن ما تلاقيش مطرب أو مطربة ما غناش لأم كلثوم. أمل ماهر يعني ناس كتيرة طبعا. فيعني النهاردة هدمج لكم ما بين الأصوات دي وما بين صوت الست أم كلثوم الملهمة حتى لأجيال بعديها أجيال تتوارثها الأجيال. دكتور عبد العال دياب محمد بسلم عليك بيقول استطاعت أم كلثوم أن ترتقي بذوق المستمعين وقت كانت تعاني فيه الأغنية المصرية من الركاكة والمعاني الهابطة وحملت أم كلثوم مع عبد الوهاب مسؤولية الارتقاء بمستوى الأغنية ومعانيها. على سبيل المثال أغنية إيه الرسالة مش كاملة للأسف. هحاول النهاردة ما أتكلمش كتير وأسمعكم أكتر. قالوا ماتت أم كلثوم في يوم الاثنين 3 فبراير 75 ولكنها والحقيقة والله لم تمت بفنها ومنتجها اللي قد المقام. الأستاذ الكبير الشاعر أحمد رامي قال في رثاء أم كلثوم سنة 76 ما جال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صغت من أشجى أغانيها قد كنت أسمعها تشدو فتطربني واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. ألو معنا تليفون. ألو ألو ألو
الو الو، يا استاذ سعد من سوهاج. ازيك يا استاذه بسام؟ ازاي حضرتك، منورني. عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. والنبي تسلمي على كل اهل سوهاج بنفر نفر. والله كلهم بيسلموا عليكي عشان اساسا انت زي العسل. ربنا يخليك يا استاذ سعد، تسلمي على دماغي. اشكرك. الله يبارك لك. وانت اساسا ما بتجيش غير الاغاني الحلوه القديمه. الله يخليك. والله العظيم انا الست ام كلثوم دي والعندليب والناس دي طبعا، يعني الناس دي غني عن التعريف. بتحب لها اغاني ايه بقى لام كلثوم؟ انا امل حياتي. يا سلام، حبيت بقى انت على امل حياتي كده، شكلك كده اتجوزت المدام وبتغني لها امل. غنيت لمدامتك ايه، امل حياتي ولا غنيت لها الحب كله حبيته فيك؟ لا، والحب كله حبيته فيك. يا سلام. والله يعني الست ام كلثوم أيوة. كل اغانيها يعني الاغنيه دي احلى من الثانيه. امال ايه؟ والله الحن نجاح الموجي والعبقري. نجاح الموجي؟ مين؟ محمد الموجي. محمد وطبعا الموجي. استاذ نجاح الموجي طبعا استاذ كبير بس في منطقه تانية من الكلام، يعني فاهمني. ايوه انا الاستاذ محمد الموجي. اتفضل. الاستاذ محمد الموجي ايوه، والموسيقار الكبير بليغ حمدي. امال ايه؟ طبعا ورياض السنباطي ومحمد الاصبجي وعبد الوهاب، ويعني مشروع ده مؤسسه اصلا. ام كلثوم مؤسسه يا استاذ سعد. ايوه طبعا. ايوه طبعا. والله نورتني. الله يبارك لك يا استاذه بسام، وعلى خير والله. وانت استاذ البرنامج ومحليه البرنامج. ما تحرمش من حضرتك ابدا. ربنا يبارك لك يا رب. ميرسي يا فندم. وشكرا على ذوقك، وشكرا على اغانيك الجميله. والله نورتني، وسلمني على كل اهلنا في سوهاج وفي الصعيد كله. الله يبارك لك يا استاذه بزنت، وليلتك زي العسل. ليلتك فل يا والله العظيم، وانا متابعك بقالي اكتر من سنه. الله يكرمك، ميرسي، ده كلام يسعدني يا استاذنا. الله يبارك لك، وانا كل يوم مع الراديو 90 ما بسيبهوش لحد ما انا يعني لحد الساعه 2 3. ده انت تشرفنا على دماغنا كلنا. الله يبارك لك، وانا بستناك من الجمعه للجمعه والله. والسبت كمان من 12 ل 2، بكره كمان عندنا حلقه حلوه قوي لو عندك وقت تسمعنا. ميرسي. انا موجود على طول. طيب طيب، ان شاء الله يا رب دايما موجود. مية على صوتك يا استاذه بنت السيده ام كلثوم. عينيا. حاضر. تسلم عينيك يا استاذه. حاضر. ميرسي. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. السلام. يا سلام على المحبة وعلى أصداء السيرة وعلى الست الجدعة الملهمة الحنونة السند لغاية النهاردة، بنتكلم عليها بهذا الحب وهذا الإخلاص، لأنها كانت صادقة. أم كلثوم كانت صادقة، بس نقطة من أول السطر، الصدق في العمل، في اختيار وانتقاء الكلمة، في انتقاء. أنا مش عارفة ليه ده قلب معايا لغة عربية النهاردة، بس اللي هو احترامنا انت في حضرة كلام عن شخصية بهذا هذه العبقرية وهذا الاحترام. 199 رقم الرسائل، و2 18 10 866 هو رقم التليفون. وسيبولنا تعليقاتكم على تعليقاتكم، القف والكاف مخرج مختلف، الكاف المخرج من فوق لغة عربية، والقاف من الحنجرة كده. أم كلثوم قراءتها للقرآن وبدايتها في الإنشاد الديني وقراءة القرآن يعني خلت صوتها ومخارج ألفاظها في مقام تاني، مقام تاني في الغنى وفي إلقاء الشعر. وبالمناسبة النهاردة طبعا ودعنا الأستاذ الكبير الفنان عزت العليلي، لروحه كل السلام، يعني عبد الهادي في الأرض والسقامات، ويعني والاختيار، وطبعا رحمة الله عليه. وكمان ودعنا النهاردة الأستاذ أحمد مصطفى كامل، عالم القراءات القرآنية اللي أسرى الحقيقة التلاوة المصرية، يعني هو من مدرسة أنا كنت كلمته أكتر من مرة، وكنا أصدقاء كده على التليفون، كان هو بس ساكن بعيد عني، لكن كان يقول لك أنا متأثر جدا بالشيخ مصطفى إسماعيل، وهو الحقيقة علم ناس كتيرة جدا 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 رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. عايزة أسلم مساء الفل يا بسنت آي إس، ده تعليق على الفيسبوك، بيقول مسي على الإعداد اللي مختار أغاني سوما، أنا اللي مختارها الحقيقة، فأنا بهمسي على نفسي. شكرا. علي عبد المنعم، مساء الخير يا بسنتي يا جميلة، بحب أسمعك وأسمع صوتك، ونفسي أسمع فات الميعاد للقمة الراقية سيدة الغناء العربي أم كلثوم. أم كلثوم الست، أم كلثوم
كلثوم اللفظة لها يعني معنى مختلف. الست يعني مش بس السلطنة، لا الست يعني ست بمئة راجل كده، ست بمئة ست، ست الجدعة الملهمة صاحبة الموقف. الأستاذ الكبير الأديب والكاتب المسرحي محمد سلماوي في مذكراته اللي اسمها يوما أو بعد يوم كشف جانب من شخصية الست أم كلثوم، وقال أثناء استعداد أم كلثوم لتقديم حفل غنائي في باريس على مسرح الأولمبيا، وحصلت يومها أو حينها على أعلى أجر حصل عليه مطرب واقف على خشبة المسرح، وتبرعت بيه كله لصالح المجهود الحربي في مصر، وكان ده بعد 6 شهور من حرب 67. بيقول الأستاذ سلماوي في الاستراحة فوق هو كان معاها علشان هو بيترجم لها، فوجئ بكوكا كوكا تريكس، اسمه كده كوكا تريكس، صاحب ومدير مسرح الأولمبيا بيجري على أم كلثوم، وكان يقول عليها مدام أم، كان فكان فاكر إن اسمها أم كلثوم ده اللقب، يعني هو راجل بقى فرنساوي ملناش دعوة. فيعني وبعدين قال لها الحقيقة، هي كانت قاعدة بقى بتعمل بروفا مع أعضاء الفرقة الموسيقية ومعها بقى عازف الكمانجة طبعا الأستاذ أحمد الحفناوي، وبقيت أعضاء الفرقة عمالين بقى يعني بيشوفوا بقى هي بتقول إيه وبتعمل إيه. وبعدين حياها كوكا تريكس، ده اسمه صعب قوي، كوكا تريكس، تحس إن هو كاكاو فينا كوكا تريكس. فهو اعترض وقال لها تقديم الحفلة الأستاذ جلال معوض المذيع الكبير قدم الحفلة باعتباره نصر سياسي يعني للعرب، وقال اليوم تشدو كوكب الشرق في عاصمة النور باريس، غدا بإذن الله تشدو في القدس المحررة. فيعني زعل قوي وراح قال لها يعني يا ريت معلش في الوصلة التانية الأستاذ جلال معوض ما يقولش الموضوع، احنا هنا يعني مش في مناسبة وطنية وحاجات كده. وهي يعني قبل ما الأستاذ سلماوي يترجم لها والكلام على عهدته كلام كوكا تريكس ده فهمت، هي كانت نبيها جدا جدا جدا، فقالت له طيب قول له بقى احنا في مناسبة وطنية وانا جيت في فرنسا علشان اساهم في المجهود الحربي لبلادي، وان كان اسلوبنا واسلوب الاستاذ جمال جلال معوض لا يروق له فليعتبر اتفاقنا لاغيا. ثم التفتت في لفته للموسيقيين اللي مصاحبينها الاستاذ احمد الحفناوي والاستاذ الاصابجي ويعني والسيد صالح، وقالت لهم لموا الالات يا ولاد. بعد كل غنوة ولا موسيقى الواحد بيسمعها غنتها الست أم كلثوم أو غناها حد من المطربين أو المطربات لازم تقول جملة عم سعيد الطحان، عظمة على عظمة يا ست. الراجل ده يمكن كلنا يعني كلمت أنا زمان عنه، لكن الحقيقة اللي الناس ما تعرفوش إن الراجل ده أفلس بسبب أم كلثوم، صدقوا، لأنه كان حتى مش بس يحضر لها الحفلة أول خميس، الخميس الأول من كل شهر، لا ده راح المغرب، هو حاجز طيارة وأوتيل ورايح المغرب وقاعد يسمع حفلات، رايحة مش عارفة فين، تونس، راح الجزائر، راح دول عواصم أوروبية، لغاية ما الراجل من كتر ما هو يعني متسلطن بيها مرة وهو معدي بعربيته فلقى الراديو مشغلها، فقام نازل قاعد على القهوة علشان يسمع ست أم كلثوم هيمان، وضاع منه شيك بـ30 ألف جنيه، 30 ألف جنيه بقى في الستينات ده يعني رقم انت بتتكلم في 3 مليون جنيه مثلا النهار ده. فأفلس الراجل. وأم كلثوم لما بقى ما بيروحش لأنه مرض سألت عليه مال فين عم سعيد بتاع طنطا، قالوا لها ده هو عيان أحسن، ده بخسر فلوسه ومش عارفة إيه وحاجات كده. عايز أقول لك إن هي راحت اشتريت له أرض كان هو باعها بتاعته أصلا، باعها من الزنقة وادتها له هدية. دي الست، ما هو ده اللي أنا بقول بقى الست الجدعة، يعني شالت الجميلة وشالت محبة عم سعيد الطحان مستمع العزيز اللي بيجيلها من طنطا مشيا على الأقدام يعني طبعا ده مجازا، صورة يعني مجازية زي ما قلت لكم، راحت وزارته في طنطا وهو مريض، واشترت له حتة الأرض اللي باعها في الزنقة، ويعني وزبطت الدنيا خالص بحيث ان عم سعيد ما يبقاش يعاني من هذا الفلس او هذا يعني الكرب. هو محب لأم كلثوم زي ما قلت لكم، الجدعانة والسند في الست المصرية أم كلثوم. لما تقول عليها الست هي عندها جوانب في شخصيتها بالشكل ده كتير جدا، هحكيه لكم يعني هحكي لكم كده تباعا واحنا ماشيين في الحلقه. احنا فبدانا كده في الساعه الثانيه بقالنا 10 دقائق ومعايا تراكات كتيره، ومعايا كمان تراكات لمطربين ومطربات غنوا لام كلثوم، وكانه اختبار اللي بيغني لام كلثوم ويعدي او يغني جبار لعبد الحليم ويعدي، هو ده اختبار المطرب والمطربه. كثير من النجوم والنجمات لغايه النهارده حتى في حفلاتهم اللايف لازم
يبقى الريبورتوار بتاعه حفلته وبرنامجه اللي هيغني لازم صابر الرباعي، شيرين، أصالة، يعني حط اسم اي اسم حطه، وائل جسار، مفيش لو دخلت كتبت الاطلال هتلاقي وائل الجسار مغنيها، وديع الصافي مغنيها، شيرين مغنيها، مش عارفه مين مغني، يعني مش معقول. والست اللي بميت ست والست اللي بميت راجل، الست ام كلثوم في قد المقام النهارده. 199 رقم الرسائل، و 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون. بعتذر لك اسلام دافنشي، كلمنا واحنا داخلين على الهوا ما لحقناش ندخل التليفون، حاول تكلمنا تاني مستمعنا العزيز. رسائلنا بتقول دكتور عبد العال دياب محمد بيقول ام كلثوم كانت نقطه فارقه في مسيره الصوت النسائي الذي وحد العالم العربي حول راديو للاستماع إلى سومة. ما هي دي القوة الناعمة يا دكتور، تشدو بأغنيات النضال الوطني والحب والغزل، ثم تنتقل إلى الأغنيات الدينية وتعود مرة أخرى إلى بس روح التحرر والثورة في الجسد العربي اللي كان بيعاني ويلات الاستعمار. يا سلام على الرسالة الجميلة. أم كلثوم الست الجدعة، الست اللي بميت ست، الست اللي بميت راجل، احسبوها بقى زي ما انتوا عايزين. رحلات أم كلثوم من أجل المجهود الحربي. أم كلثوم رفعت شعار بعد 67 الفن من أجل المجهود الحربي علشان تقف جنب بلدها وتقف جنب جيشها، وقالت بالنص لن يغفل لي جفن وشعب مصر يشعر بالانكسار. تسابق أدباء وفنانين مصر علشان يقلدوا أم كلثوم في اللي هي عملته مع قادة مصر وزعمائها في التبرع، وده ضمن حملة خاصة لدعم المجهود الحربي يا جماعة، واللي هدفت طبعا لدعم قدرات الجيش المصري وتعزيز إمكاناته في الوقت ده بعد حرب 67. أول حفلة أقامتها أم كلثوم تحت شعار الفن من أجل المجهود الحربي. بصوا بقى عشان كده يا أم كلثوم يا جماعة، حفل دمنهور كان أول الحفلات دي، وحضروا حوالي 3500 مستمع، وده رقم كبير، ودفعوا 39,000 جنيه حصيلة الحفلة دي. بعد كده حفلة اسكندرية في أغسطس 67 بلغ إيراد الحفلة 100,000 جنيه في الستينات، بص الرقم. وحققت في حفلها في مدينتها مدينة المنصورة في الدقهلية 125,000 جنيه، وفي طنطا في الغربية 283,000 جنيه. حفلها بقى في فرنسا حقق 212,000 جنيه استرليني لصالح المجهود الحربي برضو. وغنت بعد كده في تونس بحضور رئيسها في الوقت ده الحبيب بورقيبة في استاد العاصمة التونسية، وفي المغرب غنت في حضور الملك الحسن الثاني طبعا، وفي الخرطوم بحضور كل القيادات السياسية السودانية، وفي لبنان وليبيا وإمارة أبو ظبي، ولفت العالم كله تحت هذا الشعار الفن من بقول لكم. مفتاح أم كلثوم هو الصدق، ومفتاح أي إنسان في الدنيا يا جماعة هو الصدق. أنت تبقى صادق مع نفسك في عملك، في مع أهلك، مع زوجتك، مع زوجك، مع يعني مع أخوك، الصدق، الصدق في كل تفصيلة. هي أم كلثوم كانت صدق. بمناسبة بقى المنصورة، احنا عندنا في ميدان ام كلثوم في المنصورة كان الاول عند محطة القطر، فاحنا كنا على طول واحنا رايحين كده شارع زي المسك هنا اسمه شارع السكة الجديدة، نعدي على تمثال ام كلثوم، نقعد تحت بقى كده التمثال ونقعد نتفرج عليه، وناكل درة، ناكل ترمس، يعني بقى اللي موجود بطاطا في الشتاء، ونقعد نغني اغاني ام كلثوم. بعد كده طبعا ده قعد سنين كتير جدا جدا، يعني سنوات. أنا سبت المنصورة من 15 سنة مثلا ولا من 10 سنة مش فاكرة، كان لسه التمثال موجود. نقل التمثال لميدان المحافظة، وبرضو ده بقى يعني ميدان مهم جدا. وعايز أقول لك وإحنا في 30 يونيو نزلنا عند تمثال أم كلثوم قدام المحافظة، نأيد مصر ونأيد الحركة اللي يعني طلعت مننا كل الطاقة الإيجابية، وكانت أم كلثوم واقفة وسطينا في ميدان محافظة الدقهلية قدام مبنى المحافظة. لو حد من المنصورة بيسمعني عارف طبعا كل التفاصيل اللي أنا بحكيها دي. عندنا قصر ثقافة المنصورة كل سنة يعمل احتفال كبير جدا، وطبعا في المنصورة معظمنا أصواتنا حلو، ما تفهمش ليه بقى، هي عشان جزيرة والنيل والحاجات كده ما تفهمش، لكن احتفال كبير في قصر الثقافة، مسابقة. كان زمان تيجي الأستاذة رتيبة الحفني، ويجي الأستاذ المؤرخ محمود كامل، وعبد الله أحمد عبد الله ميكي ماوس الشهير بميكي ماوس صاحب الحكايات والروايات، ويبقى حفل حضور المحافظ والناس كلها تسمع الأصوات الجميلة عندنا. يعني أم كلثوم سايبة هذا الأثر لغاية دلوقتي لسه في بلدها المنصورة. طبعا هي من طمي الزهيرة، ودي قرية صغيرة مركز السنبلاوين،
ودي اكبر شويه ولكنها تابعه يعني بين تابعه طبعا للدقهليه بينها وبين المنصوره يمكن 10 دقائق ولا ربع ساعه كده من يمه كوبري سندوب. لما بيكون لك تاريخ مع الناس ونجاحات حتى لو يعني بسيطة بيبقى المسؤولية أكبر أن أنت تقدم لهم منتج أو تقدم لهم حاجة برة توقعهم لأن هم خلاص تلقوا منك منتج على مدار سنوات. فلو عملت حاجة كده ولا كده يعني برة توقعاتهم تخسر كتير. ده كان مبدأ أم كلثوم هذه الملهمة الناجحة الست الصناعية الأسطى على رأي صديقتنا هند يوسف الصديق. كانت وده سر المنديل بالمناسبة بقى، ده كان بقول لك الكلام دليل يعني المقدمة دي ليه، لأن ده سر المنديل. أم كلثوم تقول لك أنا ما كنتش في بداياتي أخاف أبدا أطلع أغني وخلاص ولا ماسكة منديل ولا ماسكة حاجة، لأنه ما فيش حاجة أخاف، يعني هخاف من إيه وهخاف على إيه؟ هو أنا قدمت حاجة؟ هو أنا عملت حد يعرفني لسه؟ لكن المسؤولية بعد كده لما بقت أم كلثوم، وحتى يعني ما يعني مش أم كلثوم اللي قوي يعني، لا اللي هو أم كلثوم بدأ اسمها يعني الصيط كده، يعني كان زمان يقول لك الصيطة مش المغنيين، الصيطة، بص الكلمة حلوة قوي متصيط. كانت تقول لك بدأت لما أتشهر شوية أو يبقى لي مستمع مستني مني منتج معين أمسك بقى المنديل. ليه بقى؟ عشان كانت إيديها بتعرق جدا من الخوف. تخيل هذه القامة الكبيرة لغاية آخر غنوة تمسك منديلها لأن إيديها بتعرق جدا جدا من خوف مقابلة الجمهور وإن الجمهور ما يستحسنش مثلا اللي هي بتقدمه أو تفاجئه أو تبقى عملت منتج أو عملت شغل مش هو ده اللي الجمهور مستنيه أو ما ينجحش مع الجمهور. لأن قالت لك أنا جمهوري بالكلمة باللفظ، أنا مفرغ لكم مقالات على لسان أم كلثوم على فكرة، قالت لك جمهوري بيسمعه كويس قوي ما بيهرجوش. تلاقي الواحد كده قاعد حاطط لك ايده على خده كده وبيسمع ومستني بقى انت هتقول ايه. اما النضاره بقى يا جماعه، فطبعا يمكن كتير مننا يعرف انها اصيبت بمرض في الغده الدرقيه اسمه جريفز، والمرض ده جريفز ده بيعمل جحوظ في العين، وهي قالت انا هعمل العمليه وراحت فعلا لدكتور شهير جدا علشان يجري لها العمليه دي بحيث انها تتخلص من اثار مرض جريفز او الغده الدرقيه، يعني احدى امراض الغده الدرقيه. في حاجه تانية اسمها هاشيمو موتو، الموضوع ده اصله منتشر شويه كده حلوين يعني ما بين هرمون حاجات في الهرمونات. فالدكتور رفض، قال لها انا ما اقدرش اعمل العمليه دي لام كلثوم، اصل الحكايه فين؟ عند الحنجره، يعني انا ما اقدرش اجي احسن يعني ام جاي جنب حبل صوتي كده ولا كده يا ست ام كلثوم شوفي حد غيري يعملها، ما اقدرش اعمل لك العمليه دي. فخلاص تراجعت ام كلثوم اصلا عن الفكره انها تعمل عمليه الغده الدرقيه دي او تشيلها او تشيل جزء منها يعني علشان النشاط يقل والجحوظ يقل، ما فيش. فلبست لكن كانت لما تطلع على المسرح تقول لك ما يفصلش ما بيني وما بين جمهوري نظارة ولا أزاز، هم لازم أشوفهم وأحس بيهم وأحس بنفسهم وبردود أفعالهم. الفنان أصله من السوكسي لازم يشوف كده الناس وهي مبتسمة وهي متلقية منتجه وهي مبسوطة، هو ده هي دي متعة الفنان. أم كلثوم كانت لازم تصحى يوم الحفلة بتاعتها تسمع أو تصحى على صوت عصفورة الكناريا بتاعتها الحلوة اللي في البلكونة، وبعد كده تاخد فطارها وتاخد حمام سخن وتفضل بقى تصلي وتقرأ قرآن. الحقيقة كان عندها تفصيلة مهمة جدا، طقس مهم في يوم الحفلة، ما بتتكلمش مع حد خالص، صمتة سايلنت، تكلم حتى مساعدينها بالورقة والقلم، عايزة أكل، عايزة أفطر، عايزة شاي، عايزة قهوة، هو بالكلام تكتب كده في النوت. صوتها ده ذهب، ما ينفعش اقعد انا اتكلم وانا عندي هوا. كل اصحابي بيكلموني يوم الجمعه والسبت، كل اصحابي يا جماعه عندي هوا بالليل صوتي مش هيطلع يا جماعه، انا متعلمه من ام كلثوم والله. فمكان قد المقام النهارده منزل ام كلثوم في الزمالك، عاشت ام كلثوم في فيلتها في الزمالك، والصور موجوده على صفحه الراديو 90 90. وطبعا اشهر معماري مصري هو اللي صممها، صمم الفيلا
الزميلة الأستاذ علي لبيب جبر، وده كان زي ما بقول من أشهر المعماريين وقتها. وكانت الفيلا بدروم ودورين، والدور الثالث الدور الأولاني لأقاربها، كل إخواتها وجواز إخواتها. وبص الست الجدع، الست يا جماعة، الدور الأولاني لقرايبها واللي بيجوا من البلد واللي مش عارفة أيوه حاجات كده، والدور الثاني صالون ومكتبها اللي بتقعد تذاكر فيه وتكتب كده، تقعد تعمل النوتس بتاعتها، والدور الثالث السكن الخاص بيها، وكان في حجرتين نوم، واحدة شتوي وواحدة صيفي. في متحف أم كلثوم سريعا برضو أقول لكم، من فضلكم روحوا زوروه، هتلاقوا مقتنيات أم كلثوم في قصر المانسترلي في المانيال، في متحف هتلاقوا الجزء اللي خاص بأم كلثوم، وفي بقى طبعا تفاصيل كتير، الباسبور بتاعها، النضارة، البيك اب بتاعها، الجرامافون، شهادات التقدير، القلادات اللي حصلت عليها، فساتينها، شنطها، يعني حاجة، وحتى الشوز يعني بيقولوا عليه شيل الجزمة يا جماعة، الجزمة بتلبس 37 صغنون على فكرة، ما كانتش تخينة خالص، هي كانت سليم صغننة بس كده، هو يعني الكاميرا هي اللي تكبر شكلها. في حوار مع الكاتب محمود عوض، هو ده اللي أنا هختم بيه، سألها ما هي أكبر خطيئة يا سومة؟ قالت له أن ترى الخطأ ولا تنتبه إليه. قال لها مين هو أحسن صديق؟ قال لها شخص يشاركك ألمك. أحسن مكان يا سومة؟ قالت له حيث تنجح. أقصر طريق للنجاح العمل. أحسن عمل الذي تحبه. أعظم شيء في العالم؟ قالت له الحب. وأكبر لغز هو الحياة. أعظم مهمة أن نفتدي بلدنا بحياتنا. وأشرف واجب يا سومة؟ قالت له الدفاع عن الحق.